خاطرة بسيطة أحببت أن أذكركم بها. سورة مريم في القرآن رقمها 19، رقمها 19. عدد الآيات التي تحدثت عن قصة مريم من قوله تعالى واذكر في الكتاب مريم إلى قوله تعالى ذلك عيسى ابن مريم، عدد هذه الآيات 19 آية أيضا، سبحان الله. عدد كلمات سورة مريم يساوي 19 ضرب 19 ضرب 3، سبحان الله. عدد حروف مريم في سورة مريم، يعني لو عددنا الميم الراء الياء الميم، أيضا نجد عدد هذه الحروف 19 مضروب ب19 مضروب ب3، أيضا نفس الرقم، سبحان الله. طيب لو أخذنا فقط النص الذي يقول واذكر في الكتاب مريم إلى قوله تعالى ذلك عيسى ابن مريم، هذا النص الكريم حروف لا إله إلا الله فيه الألف، يعني اللام والألف والحروف لا إله إلا الله يساوي 19 ضرب 19 ضرب 3، شيء غريب والله أيها الأحبة. طيب حروف لا إله إلا الله، لا إله إلا الله لو كتبناها يتشكل لدينا العدد 2 3 3 4، يعني 4332، هذا العدد أيضا يساوي 19 في 19 في 3 في 4، 4 هي عدد حروف الله، وهي عدد حروف مريم، وهي عدد حروف وعدد كلمات لا إله إلا الله. والله أيها الأحبة أمام هذه الحقيقة لا نملك إلا أن نقول سبحان الله.